تيولي عاشق. الحاجة الثانية هو البنت ملي كتشوف في المرايا بالليل تبقى تقاد راسها في المرايا بالليل هكا يدخلها جين عاشق، ولكن ما يجيش ويدخل غير هكا تيدخلها العين، يعني من نقط العين، حيت الجين الا ما دارش سحر ولا عين ولا حسد رمي وشي حوايج اخرين تنقولهم كيتحرك الخاتم كيدور في الطبلة تيبقاو كيدراي وا عرفتش كاين هاد الشيء وانت كتحس براسك راك درتي شي انجاز، راك غير هما تيبينوا لك بان راك انت واعر وانت لا علاقه فهمتي، يعني من دوك الخوات ديال الروحانيات محمد. لا تنقول اي نقطه من نقطه محمد بغيناك تعاود لنا مثلا دوك العيالات اللي كانوا تيجيو يسحروا عندك اللي كانوا تيسحروا لرجالتهم ولصحابهم الان المده طويله عاد كنت تتحرك هذاك جن عاشق زاني هذاك جن عاشق غادي تحاول الناس تبقى تقرا الله نور السماوات والارض. السلام عليكم، بغيت نقول لك شكرا بزاف مادام وصلك هذا الفيديو هذا الا وانت من الاوفياء ديال هذا البرنامج هذا ومتاكد بان هذا البرنامج هذا تيعجبك. وبالنسبه للناس اللي جداد ويلا غيكتشفوا هذا البرنامج هذا ما تنساوش انكم ديروا جيم وشي كومونتير وتخليوا لنا غير المدينه ديالكم باش نتعرفوا عليكم كذلك والعائله ديالنا تزيد تكبر. السلام عليكم. بارك الله فيك. واش عرفتي شنو درتي يا محمد ولا ما عرفتي؟ غتكون صبرناها ولا ها؟ وصبرناها ولا؟ لا لا بالعكس 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 كان يا بخير امور مزيان بعدا الحمد لله. اخويا محمد الله يكبر بك، واش عرفتي شحال الاتصالات والمساجات اللي تيوصلوا على قبلك؟ واش عرفتي شحال؟ راني عارف انا كندخل كنقرا لي كومونتير كاملين، كاينين لي كومونتير سلبيين وكاينين ايجابيين. المهم الا قلت لك جو عندي شي ناس تال الظهر ما واحد ما جوج ما ثلاثه تيقلبوا على الرقم ديالك، ميساجات بالالاف تيقلبوا عليك، كل شيء تيقول لي بادر بغينا محمد. عام دابا تقريبا عام وشي حاجه عام تقريبا عام وشي حاجه عام راه دازت مده، الميساجات كاملين كل شيء بغي يعاود يهضر مع محمد ومحمد يطلع معنا في اللايف. فريمون يا مرحبا احنا مكتاب اليوم. بارك الله فيك خويا الباطر الله يحفظك. الحمد لله الساعه بخير الحمد لله على كل حال، على كل شيء بخير دابا الحمد لله على كل حال. شنو يدير من هذا الحمد لله بارك الله فيك خويا الباطر. يلاه صيفطات لي نيت البنت قالت لها ودي على حساب شي كومونتيرات وهذيك تلا ودي صافي انا ساليت. المهم كيفاش الأضمين ديالك هي اللي صونات عليا واحد النهار قالت لها ودي كيفاش كيفاش، قلت لها الى اللايف مع 12 راه كيعرفها من عندهم كيعيا خصو ينعس شويه وهذي. المهم حتى اليوم عاد كثر ايوا الحمد لله ولينا ماشي مشكل الحمد لله معنا بصراحه. بارك الله فيك خويا الباطر. كديرة محمد عمرك؟ الحمد لله الساعة بخير. المهم نقولوا بخير الحمد لله، لقينا الشحت ايامات ولكن الحمد لله الانسان ملي كيكون صافي رجع التوبة صافي ما كيبقى والو صراحة والله الا يعني راه يعني راه يعني راه من ديك الساعة لحد الان يعني تقاتلنا ضربنا يعني وقعوا شي حوايج اللي ما يجيوش على البال، يعني شي انسان هكا اللي دغيا ياثر عليه داك الشيء ممكن انه ينتحر ولا يدير شي حوايج ما ماشي هما هذوك وضروري تكون عندهم شي عواقب ضروري يعني شي. انا طلعت داك النهار ملي طلعت يعني ما جيت ندوي ونقول داك الشيء اللي كاين الا وباغي نشوف وما بغيت شي واحد يطيح في نفس الغلط لانه داك الشيء ماشي شي طريق اللي زوين فهمتي. انت كتكون في الاول عاجبك الحال والناس تيشوفوا فيك واحد الشوفه ديال انك يعني زعما كيقولوا عليك راه مجهد قاطله وداك التخربيق كامل، ولكن من بعد انت كتبقى بلا حياه كتبقى بلا زواج كتبقى فلوس ماشي فلوس المهم بلا حياه بلا حياه كتبقى ديما مكرفس خصك ما توضاش خصك ما تدوش ما تبقى ديما في الخمس حيت داك الشيء تيضعف الايمان ديالك باش يقوى لهم هما السحر ديالهم فهمتي.
يعني من الشياطين والجن وزيد وزيد. يعني تتكرفص واحد التكرفيصة شكل بحال عرفتي الإنسان اللي كيكون مع شي مافيا كيبغي يخرج تيقتلوه غير هما هادو ما تيقتلوكش هادو تيديروا معك شي حوايج تيمشيو لك العائلة ولا تيجيو لك شي واحد اللي قريب لك بزاف وتيديروا ليه شي حوايج وتيقولوا لك ها انت شتي بعينك إلا ما رجعتيش راضي وقع لك نفس المشكل. ولكن إلا كان يعني الإيمان ديالك قوي وباغي ترجع لطريق الله راه حتى شي حاجة. يعني تخيل معايا خويا بدر شي أيام انك تكون يعني انت شاد الطريق وكتصلي يعني كتصلي وكتشوف شي حوايج اللي شنقول لك يعني ديك داك الشهر الاول تكون كتصلي هكا ملي كتسالي الصلاه المهم كتشوف شي حوايج بشكل شي حوايج راه بشكل كتشوف هكا بنادم قدامك مره كتشوف حلوف مره كتشوف كلب يا هكا مباشره كتشي تنقول لك مباشره ماشي زعما خيال ولا تشوفو مباشره قدامك وتيجيو عندك هكا بلي تيقولوا لك ارجع يعني خاصك تبقى في ديك الطريق ما رجعتيش تبقى في ديك الطريق ما تيبغوش يبعدو منك تيبقاو ديما تابعينك. ودابا حاليا رسميا بعدتي ما بقيتيش انك في داك الاعمال ديال السحر؟ لا ما بقيتش يعني دابا حاليا الحمد لله يعني مشيت من واحد الحاجه اللي خايبه ومشيت لواحد الحاجه اللي زوينه يعني رجعت يعني ندير شي ديال الرقيه والحمد لله غادي مزيان يعني بخير يعني لقيت الفرق صراحه الله لقيت الفرق واخا تكون هكا في ذاك العالم يعني بنادم شنو نقول لك تيجي تيعطيك فلوس وهكا يعني بلا ما يحس تيعطيك فلوس وباش تخدم ليه شي حاجه وهادي شي حرام تيعطيك فلوس صحيح راه انت شي كلشي على عينيك راه ماشي زعما تنقول لك انا شي حاجه الكذوب ولا اقسم بالله الا تعرضوا عليا فلوس واحد الصالير اللي ما كيصوروش بنادم واخا تكون عنده شركه على خدمه يعني كاينين الناس ما كندويش على المغاربه بوحديتهم كاينين الناس اللي عايشين برا تيطلبوا لك فلوس صحيحه كتقول لك هاك غير خدم تقول ليه لا راه ما نخدمش انا راه لقيت في داك الدومين وهادي تيقول لك لا والو انا عاود لك واحد السيده جات عندي تضطرت تقلب على الرقم ديالك الراجل ديالها قاضي علاش كتكون في اللايف جات عندي تسال باب الدار تدق عليا قالت لي عافاك بغيت نهضر معاك مشيت تنهضر معاها غيدي ليها واحد السحر اكثر من 50 مليون من نواحي ديال بني هلال دا ليها قالت لي انا بغيت محمد تنقول لها واش قالت لي انا بغيت نمرد محمد وراجلي بلا باش الناس ما يعرفوهاش المهم انا بغيت راجلي وكدا وانا هادي قلت له واش راه محمد هو براسو تينصحك تيقول لك هادشي راه ما كاينش الحال شوف حنا علاش انا طلعت عرفتي راه ربي اللي عالم على ديك التكرفيصه اللي تكرفص على دوك الحوايج اللي قلت كاملين ولكن علاش قلتهم باش شي واحد ما يمشي ليهش رزقه انا الحمد لله واخا كنت في داك الدومين ما كنتش كندير بنادم رزقه ولا راه يعني كنت في واحد سميتو باش دابا اللي فات مات كما كنقول واخا شي وحدين تيقول لك هذا وخصو الحبس خصو هادي خصو هادي خصو هادي وهذا راه المهم كاين اللي كيسب كاين ولكن راه عمرني ديت لشي واحد رزقه حيت كنت في واحد المرصاة اللي ما وصلوهاش الناس اللي كانوا كيحسبوا في راسهم شي حاجه اللي قلت شي الهرم الماسونيه كانت واصل ليه النص شنو هي وصل ليه النص يعني عندك درجه السحر شي كانوا عندي كانوا عندي كانوا عندي شي كانوا عندي ملوك اسمع كانوا عندي ملوك دجين كل ملك تحت منه 100 خادم سحر وداك خادم سحر كل واحد من دوك 100 كتلقى تحت منه 100 هادشي خادم سحر عرفتي كنصيفطوك الضعف ما كيقضيوش الغرض تنصيفطوك الكبار اللي كيتسناو غير الغفله ان فوا صافي تفلت شويه غادي يصيفطوك كيدخلوا كيتلبس علاش كتلقى ملوك الجين دابا في الرقيه ملي كيجي شي راقي كيدير رقيه على شي واحد تيطلع فيه ملك الجين تيقول له انا ملك الجين
علاش؟ لانه الخدام الصغار ما قدروش على ذاك الانسان، وجا مالك هو اللي طبق ذاك الشيء راسه، هو اللي نفذ، حيت كيكون قوي، سيكون محصن، سيكون هو عنده عروش المواثق والعقود والمهم وزيد وزيد. محمد اسمعني، الالاف ديال الناس قال لك بزاف ديال لي ميساج دابا وكلشي باغي نصحهم وقلت مزيان بصراحه، مزيان انهم يسمعوا. نعم، مرحبا، حنا ننصحوا اي واحد. شوف اللي بغى شي حاجه بزاف ديتي واحد الاجر كبير، راك كاين بزاف ديال الناس اللي كانوا متعاطين للشعواده والله العلي العظيم، منين سمعوا راني عارف كاينين بزاف، كاينين بزاف. حيت داكشي، لا داكشي ما خدامش ابادر، اقسم بالله ما خدام. راه نقول لك عرفتي كنت كنلعب بالفلوس كيما ما بغيت، وهذا الشيء تنخدم راه تنخدم، تنقول لك تقابط، لا راه نصيفط بنادم غنصيفطو. كنتي لدرجه انا الا بغيتي تحمق شي واحد كنتي تقدر تحمقو، تقدر تحمقو، يعني الجن راه يقدر يمشي عنده تيشكي وقع عليه ديك الساعه تدير ليه العقد في الدماغ، العقد سحر، تيكون في الراس، تيكون عليه جين معقود، داك الجين تيكون رابطو نتا بالسلاسل تما ما كيخرجش، راه الا مشى عنده شي راخي الا ما تقراش عليه الرقيه ديال فك الاغلال وفك العقد راه والله لا خرج. وكاين جين شيطان، كاين كنشوف انا لي فيديو ديال الرقاد باش الناس كاملين يكونوا عارفين واحد مساله، الشي الراقي إذا دخلتي عند الراقي وتيقول الجن سلم، وتيقول له أنا راه سلمت، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تيقول لي خرج صافي رجعتي للإسلام، راه ما كيكونش خارج، حيت الجن شيطان راه ما تيسلمش. باش يكونوا الناس عارفين، عرفتي فين كيمشي أخويا بدر باش الناس يعرفوا هذه المسألة؟ يا كيمشي تحت التوكل في المعدة كيتخبى تحت منه حيت القرآن ما كيدوزش اللوسخ، ولا كيمشي لذاك اللوسخ اللي تيكون في الضفار تحت الضفار، شي الضفار اللي كيخلي الضفار، شي ذاك اللوسخ اللي كيكون في الضفار تما كيتخبى ويقرأ عليه انت تسعيد، قليل اللي كيطلع واللي عارف من الرقاد الكبار، ما اللي ما عارفش تيبقى يقرأ تمو تيقول لي صافي راه خرج غنمشى. بأنه خصوصا دوك البنات اللي تيربيو الضفار. واخا انا تنقول لك خدمت داك الشيء انا فين كيتخبى وعرفت انا الطريقه ديالو. يعني انا ملي ساليت من داك الشيء بديت في الرقيه كنمشي لنقطه الضعف ديالو عارفو انا شكون، تنقول ليه جين اين نوع الجين، تيقول لي انا نوع الجين تنعرفو، انا عارف نقطه الضعف ديالو عارفو فين غيكون ساكن، يعني واخا يجي يبغي مثلا يكذب عليا ولا ما يقدرش. محمد عندي واخا اليوم ما صراحه ديناك نحاولوا انك ما تسيتي في عاجه. لا ماشي مشكل، خذ راحتك ابو يابا. السؤال تيقول انا ماما درت لي الثقاف شحال هادي وفاش كنت صغيره، واش انا دابا فيا شنو مسكونه ولا باقي فيا الثقاف؟ اللي بغى يعرف راسه واش مسكون، باش نعطيو حنا داكشي بالتفاصيل. اللي بغى يعرف راسه واش فيه يعني مس ولا واكل شي حاجه، المهم فيه شي ديفو، عنده جوج حوايج يديرو، ثلاثه الحوايج. الحاجه الاولى الصلاه، اهم هي الاولى كاع ما ندوش في هذه حاجه باين، هي الصلاه. الحاجه الثانيه الصيام، والحاجه اللي غيختبر بها نفسه حاليا الا بغى يختبر نفسه راه سهله، غيقول بسم الله وغياخذ نفس، وملي غيجي يرد داك النفس غيردو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، ويعاود يقول بسم الله وياخذ نفس ثلاثه المرات. الا فيه الديفو غتجي الدوخه ولا الكرش ديالو تقطع، ولا غيطلع فيه داك الجنينيس غيخنقو ما يخليش يقولها. هذه حاليا كاع اللي كيتفرج غيجربها الراس ودابا حاليا ويشوف باش غيحس. اللي ما فيه والو راه ما يحس بتا شي حاجه، هادي واخا يكون فيك مالك الجن غتحس براسك ماشي هو هذا. واخا سؤال الاخر تيقول انا عندي الجن العاشق، ما هي طريقه العلاج ديالو وشنو باش تعرف بان فيك الجن العاشق؟ الجن العاشق وصوره النور، الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاه فيها مصباح، يبقى يقرا ويكررها واحد السبعه د المرات هكاك ياك. موراه الى حس براسو بان راه داك الجن تيخنقو ولا هادي غيمشي عند شي راقي ولا شي واحد اللي غيقرا عليه، ما بغاش يمشي عند شي راقي عنده الحل، يقضي على الجن الراس غادي يصلي العشاء وغادي يبقى يقرا ايات الكرسي سبعه د المرات
معوذتين ويقرا سورة البقرة تيساليها المدة ديال 10 ايام ولا 11 يوم ولا 9 ايام المهم على حسب. وكنا قلنا على هذه الحالة هذه تنسالي بعدا نكمل لك باش اي سالي ليس لي كيبقى يقرا 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 المهم قال واحد المده 10 ايام ولا على حسب على حسب الجين حيت الجين تيضعف شحال ما كتقرا انت القران كيضعف الجسد ديالك حتى كيمشي بحال هكا ولا كيتحرك الا كان قوي راه خصك واحد المده ومن الاسباب ديالو هذا الجن العاشق وخصوصا هذه مزيانه هذه النقطه هذه انها وخصوصا البنات اللي تيتفرجوا لان انا عارف شي معلومات وفايت قلتي لي شي معلومات ومزيانه ان اللايف هذا فيه بزاف ديال الناس يديروا شي اخطاء ونتمنى تعطيهم الناس شنو ما يديروش شنو ما الحوايج اللي ما يديروش باش ما يجيهمش الجن العاشق. واخا الجن العاشق تيجي من بزاف ديال الحوايج. الحاجه الاولى ممكن يكون دار لها سحر ولا دار لشي واحد اخر وجات هي في يعني في الطريق تيكون جن خادم سحر تيولي عاشق. الحاجه الثانيه هو البنت ملي كتشوف في المرايه بالليل تتبقى تقاد راسها في المرايه بالليل هكا يدخلها جن عاشق ولكن ما يجيش ويدخل غير هكاك تيدخلها العين يعني من نقط العين حيت الجن الا ما دارش سحر ولا عين ولا حسد راه ما كيدخلش ما عندوش منين غيدخل خصو النقط منين غيدخل النقط ديال العين يعني الرقاصه عارفين هذا الشيء. والحاجه الثانيه هي البنت ملي كدير القبور راسها باش تزوج القبول داك القبول ملي كيدار من السحر تيكون عليه خادم وداك الخادم ملي تيدخل يخدم داك القبول باش يزين داك الانسان ديك الانسان انا لواحد الانسان اخر تيولي عاشق مع واحد المده تيولي عاشق يعني هاد الحوايج ومنهم هذاك اللي تيبعد الناس عريانه مهم بزاف مهم وما راه عارفين هادشي اللي كتقاد في راسها وزيد وزيد ما كتصلي ما والو المهم. والاكثريه ديال الدراري دابا كنشوفهم دابا كاين اللي كيدير واحد التحدي دابا في اليوتيوب ديال تحضير الجين تيكتبوا واحد الرمز هكا في ورقه واحد الطلسم نجمه السداسيه تيهز درهم وحط عليها الصبع ديالو ورينا هادي جي وهادي داكشي كله تخربيق قبل ما تيقو داك التخربيق تحداك انا هذوك تحداهم قال لك تيحضر الجين هكاك الجين تدير ليه خرابين وتوصل معاه شي حوايج اللي كبار صافي كصوي كيشوفك راك شركتي باللعاب كيجي عندك انت برقه رسم بها في السيلو نجمه السداسيه ويقول لك عيشه ميره الله يهديك عيشه وميره راه من الملوك راه من العفريتات الساحرات واحد جي عندك انت برقه اخر هو مهم قال لك سولوا عفاك السحر ديال القفل اللي كيتلاح في البحر شنو المخاطر ديالو عفاك هذاك السحر الاسود هذاك تيتسمى بالسحر الاسود تيدير الرجل باش ما يمشيش اكثر يا العيالات يديروه الرجاله باش ما يمشيش عند شي واحده اخرى من غيرها هي ولا البنات كاين اللي كتبغي مثلا الرجل حنا دابا لا حياء في الدين هذا كيتسمى سحر العورات ملي يجي مثلا يبغي يمارس مع شي وحده اخرى من غير ديك السيده اللي دارت له السحر كيولي بحال البنت ملي يجي عندها هي كيولي نورمال هو راجل وتيدار عاود الحوايج اخرين تيدار مثلا شي بلاد الا بغى مثلا شي واحد يديها تيبلوكيها باش ما تبعش كيدير لها القفل كتبلوكا ما كتبعش حتى كيديها هو ديور كدار الطوموبيلات كدار بزاف د الحوايج يعني حنا كنعطيو غير معلومات المهم كنعطيو شويه من بزاف بنادم المهم راه فاهم هذا كيتسمى السحر الاسود او اكبر الدول يعني تيخدموا بهذا السحر الاسود فيها يعني الجن اللي تيخدم هادشي مزيان اللي تيوريهم بهذا السحر الاسود كاين الهند وسميتو الهند وافريقيا حتى هما معروفين بالسحر الاسود وسميتها نسيت على ديك الدوله الاخرى هذو اللي تيخدموا بالسحر بزاف. عندي واحد سؤال حتى هو قال لك شنو علاقه المسك الاسود بالسحر حيت غير كنشمو كتولي حالتي حاله اغلب الناس تدخل المس والله اعلم
لا الجين ما الجين تيكره الحيلتيت تيكره المسك الاسود. الحيلتيت شنو الحيلتيت؟ الحيلتيت واحد داير بحال العسل تيكون في السعوديه تيكون هذاك تيكرهو الجين نهائيا ما تيحملوش. والملحه الحيه والمسك الاسود والقسط الهندي يعني هادو ملي تيكون شي ساحر تيخدم سحر ملي تيكونوا عنده في الدار ما تيدخلش الجين باش يخدم سحر حتى كيخرجهم برا عاد تيقدر الجين يدخل ما تيدخلوش الشياطين والجين بحيث تيكرهوا ديك الريحه وتيكرهوا المهم هاد الحوايج تيكرهوا. واخا السؤال الاخر تيهضر على التوكال قال لك باش نعرف راه عندي التوكال وباش نعرف راه واكل شي سحر ولا شي حاجه. السحر باش تعرف راسك راك واكل شي حاجه ولا هادي خصك الرقيه اولا بغيتي تشوف راسك نيت واش واكل شي حاجه ولا ما واكلهاش كيما قلت في الاول بسم الله خذ نفس وقرا راسك الا شتي راسك ماشي هو هذاك يعني تقرعتي اولا المعده ديالك حسيتي بها ماشي تلهيه ولا الراس ديالك طراك ولا شي حاجه المهم كتحس بالصحه ديالك شي حاجه ماشي هي هذيك عرف راه اما كليتي اما فيك سحر. واخا الله واحد السؤال تيقول فاش تنعس ديما تيجي عندي شي واحد وجهه كحل وتيبقى جايه في المنام ديما تيجي عندها شي واحد وجهه كحل وجهه كحل تيكون شيطان هذاك شيطان يعني ذاك الانسان غتلقى شي واحد في العائله ديالو تيدير السحر هذاك تيتسمى سحر موروث يعني الا بقى على ديك الحال وما دارش الرقيه اولا ما شدش الطريق يصلي ويتوب وقيام الليل ممكن يرجع هو في بلاصتو. يعني عندي سؤال واش هي دابا كتسمع السيدات واش السيدات هذه دابا صلي تسمع الا عندها شي واحد في عائلتها كان في هذا الدومين ديال السحر وهي غتاخذ ذاك الارث منها تيجيها في الصفة إنسان كحل هكاك عزي في الأول وشوية يبقى يخرج عندها بالليل ويوكلها هي كتاكل في شي المهم كتاكل في شي عارس وهادي وشوية غادي تدخل على ذاك التوكال وتولي هي يطلبوا لها أنها دير ديك الخدمة. يعني هذاك سحر موروث سحر موروث تيخرج تتولي حتى هي يا اما سحاره يا اما دابا حيت كاينين السحاره فيهم وفيهم كاين اللي كاين كيقول لك انا راه كنداوي هادي ونداوي هادي راه شوف راه ما كاينش داك التخربيق هذاك سحر استعانه بالجن الحرام تيقول لك هادشي راه تعطى لي بركه راه ما كاين لا بركه لا زمر كدير داك الشيء بالقرابين باش كديرو غيطلبوا لك فروج كحل تذبحوا وتلوحوا في شي قنج بلا بسم الله تذبحوا لغير الله عاتي يجي عندك شي مريض وكتشافيه فهمتي كاينين بزاف كنشوف منهم بزاف هكا كيمشيو عند شي واحد تيقول لك هذاك غنمشيو عنده راه كيحيد السحر بلا رقيه غير بالماء تيعطيك الماء وكتشرب وتيقول لك راه دار لك السحر في البلاصه الفلانيه وراه فلان هو اللي دارو لك وانا راه نحيد لك الشيء راه ما كيتحيدش باش يكونوا عارفين يعني الشفاء بالسحر ما عمريش انا كاع قال لك يعني واش السحر الاسود تيتعالج السحر الاسود تيتعالج كل شيء كيتعالج الله سبحانه وتعالى كيقول لك وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه ولا يزيد الظالمين الا خساره واذا مريت فهو يشفي برافو عليك يعني راه ما بقاش داك التخربيق ديال وانا قلت لك راه مدوز داك الشيء كامل راه كل شيء بالقران تيقول غير بسم الله ويكون الجن في الدار والله لا بقى لك تما اي بسم الله ودخل. واش يقدر الجن او السحر يمنع الولاده المراه ما تولدش وهذا السحر سحر الارحام وشنو الحل ديالو تيكون العقد تيكون العقد داك تيكون هادشي كامل الرقيه ولكن اللي غي اللي غي اللي غي يعني غيكمل مع الراقي حيت يعطيه الزيت يبقى تبقى دهن صحتك بزيت البلديه ورق السدر قرعة الماء فيها ورق السدر فيها الرقية مقرية عليها الرقية الشرعية تبقى تدوش بها وتعاود الجلسة الثانية والثالثة والرابعة عاد غتشافى ويكون الإنجاب إن شاء الله ولكن هي تكون يعني إنسانة اللي كتصلي وقيام الليل والفجر والعصر المهم الصلاة ديالها تشدها 100% غادي تكون يعني غادي يكون الحمل إن شاء الله
حيت هذوك تيكونوا يعوقه تيكون الجن. بداية معنا نيتس في اللايف، نتمنى وحده سميتها سليمه، سليمه كلشي داي معها بالدريه الصالحه كاع هاد الناس اللي تيتفرجوا، كلشي كتب لها في لي كومونتير عفاك راه تصرخ عفني، كلشي كتب لها عفاك الله يرزقك الدريه الصالحه. خويا محمد امين ان شاء الله. جاوني بزاف ديال الرسائل وبزاف ديال الحوايج. خويا محمد كاينين بزاف ديال الناس تيمشيو عند السحاره، وخصوصا حنا في المجتمع ديالنا المغربي، وتيقولوا بانه هو اللي تيعالج وهو اللي تيحيد السحر وهو لا اللي لا. هو اللي غيرد لك الراجل، هو اللي تقدر تنصحنا مثلا هذا الا دار هاد الحاجه راه غير سحار، وبان السحر راه ما تينفعش. انا غادي نعطيهم غير واحد سميتو عرفتي واحد السيد دخلت اليوتيوب لداك الفيديو بقيت كنتفرج المهم شويه دخلت لي كومونتير ولقيت سب وهادي يعني في دوك الايام اللي دوينا انا وياك نهار الاول. كاين الرقم ديالك انا وياك خويا خويا قلتي لقيتي شي واحد دابا كتسمعني؟ دابا تنسمعك. وي خويا بدر قلت لك دخلت لي كومونتير شو كيسبوا هادي، دخلت عنده قلت له النمره ديالك ندوبو انا وياك، ومن بعد ان شاء الله غادي نقدروا نوصلوا شي حاجه زوينه انا وياك، انت غتعطيني شي معلومات وانا نعطيك معلومات. يعني باقي في الاول ما عرفني شكون انا كاع، يعني دخلت انا دخلت بواحد التخلف على اساس انني يعني غندوي معاه في ذاك الموضوع ديال هاد الساحل اللي دوا وكذا اللي ما بينت له والو. ملي جيت دخلت معاه هكا في الموضوع في الواتساب بقينا كندويو، قلت ليه انت قلت لي دابا هادشي ما كاينش الجن ما كتعترفش به وما كاين ما كاين لا جن لا والو، قال لك هادشي راه غير تخربيق وغير قصه وهادي. قلت له دابا السيد هذا اللي كيدوي في نظرك انه باغي يطلع لي جيم ولا شنو؟ قلت له واش زعما القناه ديالو وراه ما مسوقش لها شي؟ قال لك لا راه كيديروا هذاك الشيء غير قصه وهذه. قلت له مرحبا. قلت له واش مسالي عندو ابيل؟ قال لي مسالي. قلت له انا نصون عليك ابيل. دخلت دويت مع ابيل، قلت له انا اللي دويت تمايا، انا اللي دويت في ذاك الفيديو، وانا اللي دويت مع بدر، ما عندي غرض لا في الشهره لا في الفلوس لا في حتى شي حاجه. قلت له انا عندي غرض انك انت ما تطيحش في الغلط اللي طحت فيه انايا. وقلت له دابا انت قلتي ما كاين لا جن لا والو، قلت له مزيان، قلت له تقدر تتحداني في شي حاجه؟ قال لي لا. لا قلت له الا تقدر تتحداني هاد الليله غيجيو عندك شوفهم مباشره الا بغيتي تشوفهم. قسم بالله خويا بدر ومازالين عندي الاوديو ديالو وسميتو. المهم داك الحوار اللي بيناتنا مازال عندي كلشي مسكريني ومخبي. قال لي لا خويا انا ما عندي ما ندير بداك الشيء وكذا وهادي. شويه كانوا معاك لي شوف اخويا ما تبقاش تقول هكاك، حنا كنصحوا الناس ما تجيش تسب نتايا وتقول ما عجبكش تفرج فيه اخويا الله يعاونك. خرجوا ليه الجنون؟ لا قلت له انا واش تقدر انت تتحداني؟ قال لك هو ما كاينينش جنون. يعني هو قال لك هادشي غير تخربيق غير قصه، هادشي غير نتوما كتخربقوا علينا وهادي كتعاودوا في نفس القصه. قلت له مزيان. قلت له انا راه ما جايش نعاود لك القصه ديالي، انا راه جاي ننصحك. القصه ديالي راه نعاودها غير راسي، ولكن جاي ننصحك باش ما تطيحش في هذا الغلط. قلت له الا ما كتامنش بان راه كاينين جنون، قلت له راه تشوفهم الا بغيتي تشوفهم. قلت له نوريك انا طرق اللي غدير وغيجيو عندك وغتشوفهم مباشره ديك الساعات، ولكن بشرط. قلت له الا خرجوا عندك راه يعني غتدخل معاهم غاز مشي معاهم وغطبق ذاك الشيء اللي قالوا لك. قال لك لا ما نقدرش صافي. قلت له تبت وترزن وسمع ودير بالنصيحه هاد الناس اللي مجربين. حيت شحال ديال الناس يصحابوا بان انت اللي طلعتي عاود درتي القصه ديال ديال اكادير وديال لا 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 علاقه بذاك الشيء. شوف علاقة بذاك الشيء انا عاودت القصة ديالي، يعني انا طحت في قالبي، يعني انا دار لي قال في الاول، انا ما كنتش كيصحاب لي راه الشيء راه غادي يطول هكاك فهمتي. يعني انا في الاول جيت درتها هي ضحك، شنو هي هي ضحك؟ يعني كنت واحد الوقيتة كنشد خاتم مكة في قهوة تنكون جالس مع الدراري تنلوح خاتم ديال النقرة تنقول ليه المهم شي حوايج ما بغيتش نقولهم دابا، حيت دابا الحمد لله راه حنا تايبين. المهم نعطي شوية بارك الله فيكم وعليكم يعني وشي حوايج اخرين تنقولهم. كيتحرك الخاتم كيدور في الطبله تيبقاو لك دراري وا عرف شكل هذا الشيء، وانت كتحس براسك راك درتي شي انجاز، راك غير هما تيبينوا لك بان راك انت واعر وانت لا علاقه فهمتي. يعني من دوك الخواتم ديال الروحانيات
لا لا تنقول اي نقطة بنقطة. محمد بغيناك تعاود لنا مثلا دوك العيالات اللي كانوا تيجيو يسحروا عندك اللي كانوا تيسحروا لرجالتهم ولصحابهم ولا الراجل تيسحر. كاينين شوف كاينين بزاف منهم الاكثرية تيكون هاي بنات تجي عندك تقول لك انا راه كنبغي واحد وهو راه خاطب وحده دابا وانا راه مثلا 5 سنين وهو معايا وصلت معاه بزاف ديال الحوايج وهادي نيسا تكون هي باغا الزواج مثلا وهو خطب شي وحده اخرى كدير له الكراهيه بينه وبين ديك السيده اللي خاطب ولكن خص تكون التصويره ديالها ولا المهم شي حاجه من حوايجها وتيولي يبغي هذيك النيت اللي يسمح فيها تيولي عاود يحماق عليها يهبل عليها ويتزوج بها ولكن داك يعني الشيطان اللي كتصيفط حيت تيكون جين شيطان اللي كتصيفط باش يقضي هذه المهمه هذه تيبقى معاهم واخا تيكونوا مزوجين يعني تيولي يديها او مره تزوجو تمشي عند صاحب جاسوس تقول له شي هذاك ورا تقاوط لهنا راه يوسف ولا عزيز راه كنت كنبغيه ومشي خطو وحده اخرى والله الا مشيت عنده ورجع وكذا وتزوجنا تيبقى معهم داك الجن عام ولا عامين كتولي تطلق حيت الشيطان ما كيبغيش يجمعوا الناس هكا في الحلال ولا راه ما كيبغيش هو الحلال باغي غير الحرام يعني شي يجمعهم في الحرام ويفرقهم في الحرام تيبقاو ديما في الحرام تضرب معاه واحد العام ولا عامين ولا 5 سنين كاع كتطلق. كنتي عاوتانا ديجا على مول الرونج الزرقاء تعقل كاينين بزاف والله عرفتي راه ماشي هذاك ماشي عرفتي كاين الناس خويا الوضر عرفتي كاين اللي كيجي عندك راه تيحط لك زباله ديال الفلوس قلت لك على قهوه مثلا تيقول لك انا القهوه ديالي راه خاويه ما فيهاش البشر تعطيه الماء هكا كيرشو فوق الطبالي تيبقى يمسح وتيرش الماء هكا في الباب عرفتي كيجي بنادم هكا غير كيدخل ما كي صافي كيدخل القهوه الاولى الثانيه الثالثه صافي كيولي يولف ديك القهوه ما كيخرجش منها تيقول لك هذيك القهوه فيها الكالما خويا ما فيهاش الكالما راك داخل تما بلا خاطرك شمون كالما يعني كلشي خدام بالسحر. واحد الحاجه كان طلع مع قالها لنا ديال اللي خرجت ليه جنيه في طريق اكادير وهي اللي خلات انا راسي يوقف كاينين عيالات مزوجات وملي تيمشي عند الساحر تيطلب منهم انه يمارس معاهم تيطلب كاين اللي تيطلب حيت تيكون الجن باش خدام هو تيكون زاني يعني هذاك شي مهمه اخرى ما غيخدمهاش مثلا بحال القبول بحال مثلا التفريق ولا هادي ما غيخدمهمش هما حيت تيكون عنده جن زاني تيطلب منك مثلا المراه تكون جايه على اساس السحر ولا هادي الا شاف هذاك الجن بان هي يعني يعني في واحد الوقيته ديال سميتو راه ما نقياش تيقول لها غتمارس معاها يعني من البلاصه اللي ما موسخاش وداك الدم ديالها هي غتكسب به داك السحر باش كيكون السحر 100% هذه باش تسحر الراجل دم الحيض باش تسحر الراجل دم الحيض باش تسحر الراجل غتمارس معاها السحر باش الناس تمشي تا داك الشيء تيكون مع بزاف ولكن تيكون بجن زاني يعني تيكون عنده الجن باش يخدم تيكون زاني غير ديال داك الشيء ديال المحبه ديال ما دوك الاخرين دوك الكبار ديال التفريق يحمق شي واحد ولا شي قهوه قبول ولا شي حاجه بحال ماكر ما كيطلب لكش داك الشيء هو تيطلب لك حوايج اخرين فين يبان داك الشيء بصراحه محمد حمقتي حمقوا شي ناس عن طريق ديالك حمقوا شي ناس عن طريق ديالك لا انا لا ما كنتيش تحمق ما لا ما عمرني خدمت هكا لشي واحد زعما باش نحمقو هكا نهائيا يعني كنت خدمت واحد الخدمه لواحد السيد مراحيته يعني ما ماشي حماق ولا هادي اي المهم خدمه هكا المهم صدق تزوج بمرا ثانيه ما ديك السيده جات عندي قالت لي انا كيفاش المهم صدق تزوج بديك المرا داها مرا ثانيه على المرا الاولى غادي كانت درتها ولكن مورا حيد داك الشيء ولا طلقانيش ورجع لمراتو رديته كيف ما كان والله يعاون الله يعاون يعني شي حاجه ديال نحمق شي واحد ديك الساعات ولا هادي ما يعني ما كانتش يعني شي فرصه ما راه تقدر ديرها يعني ديك الساعات راك خدام ماشي حنا دابا كنقول صراحه يعني كون كنت درتها راه ممكن نقول لك راه
دابا بغيتك تقول لهاد الناس هادو كاملين تيتفرجوا اخ خويا محمد بيناتي ديال السحر راه لا جدوى منه بالحكم انت راه كنتي في الليفل الكبير ديال السحاره ديال الليفل ديال الفوق يعني داك النيفو الكبير. ايه سيرة شوف انا غادي غادي نعطي واحد سميتو نصيحه للناس سواء هادو اللي تيقلبوا على هاد الكنوز والدفائن وزيدوا زيد. المهم بالنسبه لهادو اللي تيقلبوا على الذهب وتيجي عنده فقيه تيقول لي غتجيب لنا البخور ب 15 مليون وتيجي يقول لك راه كاين هنا صندوق فيه الياقوت فيه هادي وفيه هادي وفيه هادي وفيه هادي راه تيكذب عليك تيكون داك الشيء بالسحر تيدير هو سحر لذاك السيد تيدي ليه رزقو حيت كيمشيو غير الناس اللي لاباس عليهم يعني الانسان يحضي راسو يعني داك الشيء الذهب والفضه والياقوت راه الا خدمتي راه غادي تجمع إلا ما خدمتيش ما تسناش شي حاجة فابور يعني بلا ما يكذب على بنادم ويقول ليه جيب لنا البخور وجيب لنا هذه حيت ما كايناش شي حاجة بالبخور ولا هذه كاينه أنا كنعرف جوج حوايج القرآن ويكون الإيمان ديالك قوي راه تجبد ماشي الذهب هذه من جهة من جهة الثانية بالنسبة للناس اللي كيمشيو يعني تيدير قبول على البنات زعما باش يطيح شي وحدة لاباس عليها ولا تيدير لها السحر باش ياكل ليها فرزقها وهذه راه ما كيطولش داك الشيء يعني تيدي ذنب وفي الاخر داك الشيء دغيا كيدوز غير ذنب يعني تجي واحد لقيتها ذنب وممكن داك الجن يعني ممكن إلا كانت جنية اللي خدمت داك القبول ممكن تولي عشيقة يعني ممكن تدمر ليه الحياة ديالو حيت الجن دائما تيكون من طرف الشيطان يعني من طرف الشيطان تيبغي هو يخرج الإنسان المؤمن من الطريق باش يردو يعني الكفر العيالات اللي كيمشيو على أساس أنهم يديروا قبول ولا يديروا سحر تجي تدير سحر لراجلها كتزيد كتحمقو تاعها وكتزيد له هم على هم يعني ممكن يكون داك الانسان ما فيه لا جين لا والو كتمشي كدير ليه التوكل كيولي فيه الجين ها هو ما عايش حياه ما هي عايشه حياه ما هو عايش حياه يعني راه القبول ديال الله والحب ديال الله الا بغاك راه غيبغيك ما بالسحر والله واخا يبغيك 3 سنين 4 سنين 5 سنين كاع 10 سنين غايجي واحد النهار غادي تحيد داك صافي كاين تجديد السحر الا ما دارلوش تجديد السحر حنا انا ما بغيتش نقول هذا التجديد هذا حيت الاكثريه غيوليو غي فهمتي كاين اللي حيت ملي كيدار داك التجديد عاود كيولي الراجل كيما كان في الاول يعني كدوز واحد 5 سنين كيتقلب الراجل كتمشي كدير ليه التجديد كتجدد ليه عاود السحر كيضرب 5 سنين اخرى عاود كيولي البلاصه عاود التجديد ما بغيناش نقولوا حنا التجديد ولكن حنا غنقولوه باش الناس يعرفوا داك التجديد تيخليك بحال الحمق صافي كتبغي شي وحده كدوز ديك الخمسين بحال لا كتفيق بحال لا فقتي من النعاس كتقول او واش انا كنت كنبغي هاد السيده هادي دارت لي شي حاجه كتحس بيك راك فقتي كتزيد عاود تنعسك الو كلشي دار جماعه ديما فراشهم تيكون فيه شيطان يعني في الممارسه بيناتهم بجوج تيكون شيطان تيجي هو يمارس عليها مثلا يعني المهم ينعس مع مرتو راه كيشركها مع الشيطان لان من الاول طالعين هكاك في البحر حيت السحر تيكون هو خادم سحر داك الجن تيكون خادم سحر داك السحر كيبقى الراجل ديما كتبان له مرتو راه هي بالله راه هو راه تيشركها معاه حيت تيكون الممارسات وما تتكونش الولاده فهمتي باش ما يشدوش عاود الاطراف المقلوب يقولوا ومادام انه كيمارس راه غادي الجن غيتزوج بالانس وغادي يولد راه ما كايناش الولاده الممارسه كتكون من الجن زاني ولكن ما كتكونش الولاده ما يولدش ما تولدش جنيه ما تولدش من الانس والانس ما يولدش من الجن فهمتي ولكن الممارسه تيكون واحد السيد كان قال لي بانه وافق انه يتزوج بجن جنيه عاشقه وافق عليها وقال بانه كانت زعما ملي كان مزوج بها تبان ليه نفسه بانه بخير مزيان كلشي بخير النهار اللي ضرباتو فوالا النهار اللي ضرباتو الفقه وقال انا اش ندير الشر وين بركه مشات ليه صحته مش عليه كل شيء فلوس لدرجة أنه تفضل الزيرو فوالا وديما عايش في العذاب
هادشي وقع له هو لان داك الزواج ولا مثلا الزواج ديالهم هما ولا يعني دخلتي معهم السحر تيكون عهود والمواثيق تتكون العهود والمواثيق التي عملت بالدم للملوك السحرة من الجن. يعني ملي كيكونوا داك العهود والمواثيق اللي تتكون بالدم للسحرة ديال الجن يعني تيكون واحد العهد بينك وبينهم. يعني داك العهد هما ما تيخونوش لان راك جاي لهم في الطريق ديالهم داكشي اللي بغاو، ولكن انت ملي كتفيق كتبغي تهرب ما عندك فين غتهرب، تينتقموا منك. وباش غادي يعني بحالي انا يا دابا داك بحالي انا، ولكن انا ملي كنت في داك الدومين عارف النقاط ضعف ديالهم وعارف النقاط اللي يقدر يغلبوك الا درتيها كلها كان غادي يغلبوك، غادي يجيبوا لك الكاو، ولكن انا عارفهم فين غايجيبوا لي الكاو وعارفهم فين غنجيب لهم الكاو. يعني هربت من دوك الحوايج اللي غادي يجعلوك انك ترجع ولا غيمرضوك، داير باحتياط. دابا هذاك ما داش الاحتياط إلا ناض هو دابا حاليا إلا مازال عايش. مازال عايش غيمشي هادي الرقية. أول حاجة غادي تحيد منه التابعة تتكون هي الأولى كاع، حيت ما بقاو عنده لا فلوس لا والو ولا خدمة لا حتى شي حاجة، ديما غيقاس في الدار، المهم مدمر بحال لا فيه مرض نفساني. ديك التابعة خاصها تحيد أول حاجة. ثاني حاجة ملي غاتحيد التابعة هادي غادي يجي وغادي يولي شي طريق مستقيم، يصلي قيام الليل ويبقى هكاك واحد المدة ديال 3 شهور ولا 4 شهور غيولي نورمال وما غيبقى فيه والو. الا بقات فيه شي حاجة انا نداوي. واخا بغيتك محمد، كاين بزاف ديال الحوايج باش يتسحر مثلا الانسان. ومؤخرا سمعت واحد القضية، انا كانت شي امرأة تتمشي تجمع الشعر ديال العيالات من الحمام، وكاين دوك البنات اللي تبداو يعطيو الحوايج، كاين مثلا باش الناس ترد البال لهذا الشيء، مثلا خصوصا دوك البنات اللي تيبقى يعطيو الحوايج تتبادلوا. يعني كاين اللي كيلقى غير كاسكيطه في الطريق تيهزها تيقولوا شي واحد داز بالموتور وطاحت له، راه كاين اللي تيدير فيها سحر وتتلح هكاك. واو، اي كاسكيطه هذه اي حاجه بسيطه هكا تيدار فيها السحر تتلح في الطريق هكاك، وتيجي شي واحد تيهزها تلقى شي حاجه في الطريق ما تهزهاش، بغيتي تهزها قول بسم الله وعدس، ديما سمي الله عدس. يعني ممكن يكون فيها سحر تحيدات فيها شي حاجه او لا، فهمتي؟ بالنسبه لهذوك اللي كيهزوا سميتو الشعر هكا من الحمامات وهادي، غادي تهزك الشعر و الا لقيتي الشعر سواء ديالك ولا ديال شي حد اخر في الدار ولا في الزنقه ولا هادي فيه العقد، تحاول ما امكن انك تقرا القران على داك الشعر وتفك دوك العقد، خصهم يتحيدوا كامل. الا بقات غير عقده وحده راه ما كيتفكش داك السحر، خصهم يتفكوا كاملين حتى ما يبقاوش دوك العقد. وتقرا عليهم القران، يعني تكون هكا في سميت واحد السطل ديال الماء تقرا عليه الرقيه، انت كتفك وانت كتقرا، انت كتفك وانت كتقرا. والحوايج هكاك اللي كتعطي حوايج هكاك ممكن انها ما تزوجش، ممكن انها تحماق، ممكن انها تخرج من الدار كاع ما تحماش عائلتها، ممكن تخرج للزينه. يعني كاين بزاف ديال الحوايج، يعني كل واحد وشنو تيخدم. جاني واحد السؤال دابا، تفضل كمل محمد. كمل حيت كاين اللي ما فيهش الرحمه، يعني الساحر كاين اللي ما فيهش الرحمه. ممكن مثلا تجي شي وحده تقول لك انا واحد السيده يعني مثلا راجلها مشى عند وحده اخرى تيمشي معها ما تزوجش بها علاقه غير شرعيه، تقول لك انا بغيت ديك السيده تحماق مثلا، تحط لك بريكه مليون، تقول لها لا ما نقدرش، تقول لك نزيدك مليون. شي تندويو على الناس ديال الفلوس، ما كندويوش على اللي كتجيب لك 500 درهم وتقول لها راه درت لك سحر وانت ما درتيش، باش يكونوا الناس عارفين داك الشيء. باش كيدار السحر راه غالي، راه اللي كتجي كتعطيك 500 درهم وكتقول لك هاك دير لي، راه ما كيدار لهاش داك السحر، تخربي كتعطيها ورقه وكتقول لها سير ديها صافي، راه تقدر الغرض وما تقدرش، ما كتعيطش كاع داك الجن يجي حيت هو غيطلب لك، فهمتي؟ كندويو على الناس اللي كيجيو بريكات صحاح. كاين اللي ما تيخافش الله نيش هكا يعني ساحر نيش حمق،
كيحمق يعني عندها يومين اسمح سيمانه كاع الى طولك كلي تتسلل في المشاطي ولا كلشي وفي نفس السحر قلت لك سيمانه هذه القضيه ديال خويا محمد حيت انا كاينين بزاف فايت قلتي ليا مثلا المشطات تتسلف المشطات تتسلف الحوايج تتسلف عرفتي ديال الحوايج راه شي ما تثق حتى شي واحد شي ايدك ايدك سميتو داك الطابلو اللي كيجي هكا في العرس هكا سميتو كادو ولا تيجيو لك شي حوايج كادو هكا في العرس وكتعلقهم هكا في الدار شي لعيبات هكا الديكور ولا عادي يحول الانسان ما امكن يقلب من اللور اللور داك الطابلو غتلقى سحر الداخل ديالهم تيكون سحر اكثر هي سميتو العرسان تيكون سحر التفريق ما كطولش ديك السيده سيمانه 7 ايام 8 ايام 9 ايام كاع كتمشي للدار وتيقولوا راه عندها مشكل ولا راه دابز معها ولا راه تيكون من داك السحر. الله عندي جوج الاسئله دابا تطرحوا عليا. السؤال الاول تيقول وحده كانت عايشه مع واحد مسكون ومده طويله وكانت لدرجة أنها تتهضر معاهم ومع راجلها وطلقت منه كانت ديما تتهضر معاهم واش يقدر دوك الجنون اللي فيه ولا داكشي اللي فيه يسكنوها هذا السؤال اللي فيه هو لا ما يقدر ما يقدرش ما يقدرش أكثر إلا كانت كتصلي ما يقدرش واخا ما تكونش كتصلي ما يقدرش حيت كيكون هو مربوط مع داك السحر اللي دار لك السي حيت يكون داك الجين داخل على سحر تيكون مربوط ما تيخرجش من الجسد فهمتي ما كيخرجش هو من الجسد تيكون مربوط ما هو براسو كيكون مهدد من السحر حيت السحر تيكون تيخدم بالملوك ودوك الملوك كيجيبوا ولاد داك الخادم السحر تيجيبوا له ولادو ومرتو تيشدوهم عنده تيقول لي غتخدم داك السحر ولا غنقتلوا لك ولادك هو تيخاف يعني من الملوك يقتلوا له ولادو وتيخدم داك السحر بلا خاطرو واخا يعني راه ما يمكنش بزاف الناس في لي كومونتير بغاو يطرحوا الاسئله ولي كومونتير تيتبلوكا صيفطوا لي ميساج عبر الرقم 0602078020 صيفطوا لي الاسئله تما كتب لي السؤال ديالك في 0602078020 بالنسبه للناس اللي عايشين خارج المغرب 00212602078020 السؤال الثاني يا محمد وحده قالت لي ان الضواو تبقى تتفاو عليهم في الدار تبقى يتحركوا الحوايج لما تتطلق صداع تقرقيب يعني يدار لهم سحر السحر هذاك تيدار سحر وتيكون خادم سحر تيكونوا دوك الخدامه ديال السحر في الدار عندهم دوك العمار ديال الدار حيت اي دار تيكونوا فيها العمار دوك العمار ما تيكونوا ما حاملينش دوك الخدام ديال السحر اللي داخلين عليهم برانيين وتيدافعوا اكثر الا كانوا مسلمين والكفار تيضربوا بيناتهم وتيديروا دوك المشاكل الا خرجوا من ديك الدار تولي ديك الدار نورمال يعني واحد فيهم مسكون دار له سحر ودخلوا عليه شياطين اولا جن كافر وتيكونوا دوك العمار ما تيبغوش هما الا كانوا باغيين الخير لدوك الناس ما غيبغيوهمش انهم يسكنوا تما داكشي علاش كيديروا دوك الحركات لمعان كيتحركوا في الكوزينه وزيد هذه معلومه الاكثريه ما عارفهاش ملي تيدخلوا الخدام ديال السحر على العمار اللي تيكونوا في الدار تيوقع بيناتهم يعني حرب واخا وجر هذيك السيده اللي قلت لك راجلها انها راجلها مسكون قالت اون فوا بديتي تهضر اون فوا بغيتي تهضر عليها التليفون تبلوكا عادي هادشي واقيله تيكون عادي اون فوا قال لك كنخرج قدام اللايف اون فوا بغيتي تهضر على الموضوع ديالها تبلوكا التليفون وصورت لي التليفون مبلوكي تيبلوكي التليفون زعما يعني ما يمكنش هي واخا نعطيو حنا واحد سميتو غادي تقول بسم الله وغتصوت على داك التليفون ثلاثه د المرات وغتكمل اللايف وما غيتقطعش اللي تيتبلوك على اللايف يصوت ويقول يقول بسم الله وينفت ياك بسم الله وصوتي على التليفون ثلاثه د المرات وقول ليه يجي يقرب لك التليفون وتفرجي في اللايف زي ساري كاين شي حاجه اخرى تنصحنا بها محمد كاين شوف المهم بالنسبه لهذا سميتو السحر هذا الله تيقول لكم ما هم
بضرنا به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. يعني الإنسان راه ما يقولكش لا ذاك السحر راه مجهد ولا ذاك الجن راه مجهد ولا، راه داك الشيء كامل كامل تيكون بالإرادة ديال الله. إلا قال ليه كون راه سيكون، قال ليه ما تكونش راه ما يكونش. يدار لك السحر إلا ما بغاش الله يشد فيك ذاك السحر، والله لا شد فيك نهائيا. 80 20، بزاف الناس. أنا حطيت لكم الرقم، هو دا تلقاو أسفل ديال اللايف. ما حدنا اليوم شدينا محمد شديناه. مرحبا. شوف أنا دابا راه الحمد لله شاد، يعني واحد داخل دابا في هادشي ديال الرقية في سبيل الله. دابا نصيفط لك الرقم جديد إن شاء الله. واللي بغى يسول على شي حاجة ولا هادي مرحبا، نعطيو أعشاب اللي تيكونوا شفاء شي حوايج الأمراض وهادي. حيت الجن هي باش يكون يعني بنادم فاهم واحد الحاجة، الجن ملي كتكون في واحد، أنا بحال اللي شي دخلت لذاك العالم في ذاك الأول، دخلت على أساس أنني نهز معلومة تعرف شي أحسن طيب شو أنا في حياتي هو هاد الجن. هما راه ما سيدوهوش بالأدوية ولا مازالين سيدوهو بالأعشاب، عرفتي عندهم شي حوايج هكا كيدوهو شي أمراض بالأعشاب وما يطيحولكش على البال نهائيا. تتشوف شي وحده كتداوي دراري صار هكا بالاعشاب وهادي شي تقول لك راه عندي بركه، وراه بداك الجن واخ بالجن، ولكن حتى تكون الاستعانه حرام. واخ ها هما الاسئله وصلوني. قالت لك ممكن واحد السؤال، انا كنشوف واحد الحلم، كنشوف واحد الحلم شي واحد كيبغي يزني معايا ولكن ما كنشوفش الوجه ديالو، وكنبقى نقرا في القران عاد كنقدر نفتح عيني. ونفس الشيء بعد الاحيان كنحس بشي واحد جالس ليا على كتافي ولا رجلي، المهم ما كنتحركش وما كنقدرش نهضر، حتى كنبقى نقرا القران لمده طويله عاد كنتحرك. هذاك جن عاشق. زاني. هذاك جن عاشق غادي تحاول الناس تبقى تقرا الله نور السماوات والارض. تقرا ديما وقبل ما تنعس غادي تقرا القران وتمسح على صحتك عاد تنعس وتنعس على وضوء، وفي الصباح ملي تفيق ان شاء الله مع صلاه مع الاذان الفجر غادي تصدى وغتصلي الفجر وغتقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تقولها 100 مره الى قداس، وما غاديش يقرب عنده وما غيعاودش يرجع عنده نهائيا. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. احسن تحصين مراسلات الفجر. كاين سؤال تيقول السلام، بغيت نسول محمد، انا كنشوف في نعاسي شي حاجه بحال الكبش وكنحلم بزاف بحال اللي كنطير. بحال اللي كيطير، بحال اللي كتطير. تيشوف شي حاجه بحال الكبش وتيشوف راسو بحال اللي كيطير. يعني واش كيشوف هادشي ديما ولا غير مره واحده صافي؟ راه قال لك ديما، يمكن تتحلم راسها ديما تطير. هادي سيدة ولا سيدة؟ سيدة. يعني إلى سيدة هذاك لا علاقة يعني بسميتو بهادشي ديال السحر، وهادي يعني عندها النقص في الإيمان ولا تدير شي حاجة ماشي هي هاديك. واخا قلت لك قل محمد، واش السحار ممكن يعرف واش شي شخص حي ولا ميت؟ واش يقدر شو السحار يعرف الشخص واش ميت ولا حي؟ مثلا شي واحد يقلب على شي شخص يعرفوا واش حي ولا ميت. يعرفوا خدام في المخابرات باش يعرفوا، راه تيكون شوف. علاش نقول لك راه مازال عندنا صاحبي الكلاخ، اقسم بالله راه الشيء اللي كنشوفه انا دابا حاليا ماشي زعما كنعاير فيها هي ولا، راه نقول لك على المجتمع كامل مازال بنادم صاحبي كيتسيق هذا الشيء. رانا راه دابا حاليا عرفتي ملي سمعت هذا الشيء راه عرفتي كنتعصب. علاش؟ وراه كندوي لهم تقريبا عام دابا وحنا قلنا شنو كاين شنو كاين، وزدنا قلنا شنو كاين شنو كاين. راه عرفتي السحار ملي كتمشي عنده تيكون عنده خادم ديالو في الباب، تجي كتبغي تدخل تيمشي داك الخادم ديالو لداك القرين ديالك تيقول ليه شكون هذا، تيقول له بادر، هذا راه سميتو بادر وها فين ساكن وها شنو كتدخل عندي انت بادر. كيجي عندي داك الجن تيقول لي راه يدخل عندك هذاك راه سميتو بادر وعلى جي وعلى جي وعلى جي وعلى جي، تدخل عندي تنقول لك انا راه سميتك انت بادر وعلى جيتي وعلى جيتي وعلى جيتي، مناش من السنطاق القرين. يعني ما كاينش شي حاجه
ديال انني نعرف شي واحد واش مات ولا حي ولا غنعرفو فين كاين ولا هادي راه ما كتعرفوش. ولا شي واحد سرقات له طوموبيل ولا هادي غيمشي عند السحارة يقول لي ها منين تسرقات وشكون اللي سرقها راه ما يعرفاش نهائيا باش بلا ما يضحك عليك شي واحد الحاجه يديلك فلوسك. يعني هادشي برافو عليك نصيحه زوينه. وحده قالت لي بادر بغيت نسول محمد على واحد الحاجة. حنا في الدار ديالنا حتى حاجة ما كتيسر لينا، يعني دارنا مازال ما تبنات ودابا شي 30 سنة وحنا ساكنين فيها وبقات هكاك. وخوتي حتى إلا جاو شي خطاب كل شي كيكون معكس، واش يكون سحر؟ حتى حاجة ما كتصدق لينا. يكون سحر غيكون سحر. او اكثري الا كانوا فشي في يعني المهم كانوا فشي بلاصه هكا بنادم حاسدهم ولا شي من العائله ولا شي واحد قريب هكا حاسدهم يدار لهم سحر تيكون في الباب. داك تيكون سحر مرشوش ولا مدفون تيكون في الباب ديما كتبقى الحياه هي هذيك. المهم ما كيزيدوش لقدام ديما راجعين للور ديما صداع في الدار ديما ملي كيجي شي واحد هكا مثلا يخطب ولا هادي تيوقعوا ليه المشاكل كيمشي بحالاته. المهم وزيد وزيد تيكون غير رشان في الباب ولا تيكون مدفون في الباب. واخا يعني واحد السؤال تيقول عرفتي راه تبارك الله الله شوف ماشي شحال ديال الميساج ولكن نحاولوا ندوزوا شي وحدين. راه ما دخلتش انا راه كنشوف دابا في اللايف اقسم بالله راه تيوصلوني في الواتساب دابا. قال لي واحد الشخص الزوجه ديالي ما بقاش تتبغي تنعس معايا. الزوجه ديالو ما تبغيش انها تكون معاه. فهمتيني؟ شنو في نظرك؟ غادي شوف شوف الا كان زعما مثلا زعما ما فيها لا مرض لا والو ممكن تكون مريضه ولا ما كتقدش ولا هو حصلاته مثلا تيفسد برا وهادي يعني الا ما كانش هادشي مشكل يعني الا ما كانش شي مشكل الا كان من الجن يعني الا كان شي مشكل الا ما كانش شي مشكل يعني غير من الجن وهادي يمشي يسول يعني ملي كيجي يقرب عندها واش كتحس هي يعني المهم كتحس هكا بشي حاجه ماشي هي هذيك اللي تحس مثلا كيترعاد المهم شي حوايج بحال ما تيكون من السحر وتيكون من الجن يعني تيكون خادم جن ديال العورات تيكون في العوره ديال المراه ولا ديال الراجل ملي غيجي هو يقرب ليها يبقى يترعاد العوره ديالها تبقى ترعاد بحال مخلوعه بحال هادي عرف بان جن ساكن ليها في العورات بالعقاد وتيكون يعني لما كانش هادشي اللي قلت لك انا ممكن يكونوا مشاكل ممكن هاد الانسان هادي يعني تكون حصلات عليه شي حاجه ولا خصو هو يتسول بعدا فهمتي. كاينين بزاف تيجيو هكا وكيكون عندهم مشكل ماشي مشكل ديال الجن تيكون مشكل بيناتهم كتلقى عندهم ميساجات مع شي وحده ولا هادي يعني مشى معاها ولا هادي تلقى دوك الميساجات ما كتبغيش كاع تقرب ليه تقول لي واخا خليه يمشي تيشبع العيالات وتيقول لك راه فيها الجن راه فيها هادي راه فيها تلعب راه شوف شنو كاين بعدا وعاد عاد دخل واحد الشخص مستحيه باش يعاود هاد القضيه ولكن ما فيها باس مادام انا معنا الشباب هادي شوف لا حياء في الدين قال لي شوف لا حياء في الدين قال لي بأنني تنمارس العادة السرية كل نهار واش عندها شي علاقة مع الجن؟ ما عندها حتى علاقة مع الجن إلا هو تيحس يعني بالممارسة هكا بلي تيمارس مع شي وحدة هكا مثلا ولا هادي إيه ولكن هكاك العادة السرية كتكون ولف بحال القرقوبة هي إلا ولفها راه هكاك غيبقى يعني حاول ما أمكن يبعد ولا يتزوج ولا المهم المراه هذيك راه ما كتكونش من الجن لان الجن ما عندوش علاقه بالعاده السريه هكا ممكن يكونوا ممارسات تكون ممارسات مع جنيه هكا باللي الجن عنده بصفات شي وحده هكا زعما شافها هو مثلا في المدينه عجباتو المهم وزيد وزيد تجي ليه بديك الصيفة كيجي كيمارس معها بالليل شا كيسالي شغالو كينعس المهم واحد الريحة خامزة المهم وزيد وزيد كتكون المهم في داك الجن اللي تيجي عندك ديك الجنية اللي كتجي عندك تكون خانزة المهم واحد الريحة اللي عاش نقول لك شكل ما نقدرش نوصفها لك يعني تجي عندك وملي تجي هي بصفة امرأة ولكن ملي كتنعس معها كتولي تشدك بحال شاد معزة فهمتي
سبحان الله شاد معزه ما كتبقاش مراوله يعني بحال شاد معزه صافي كتولي كلها يشعر. قال لك اخي انا خايف فيه التوكل وراكب عليه الجن، شنو هو الحل؟ معذب مسكين. الو شي درجيم عفاكم عفاكم اي واحد يتفرج يدرجيم ما سمعناكش محمد. محمد كلشي يقول بسم الله الرحمن الرحيم اللي مشينا توكلوا عليه الجن دابا عاد تنسمعوك محمد. قال لك اه الو دابا عاد تنسمعوك. اها وي تنسمعوك محمد. الو تنسمعوك دابا كلشي يدير جا محمد تنسمعوك. الريزو التليفون قرب يطفى ويلي. المهم قلت لك بالنسبه لهذاك اللي قال لك توكلوا عليه الجن غادي يدير الاستفراغ بالرقيه وعادي يبدا مع داك الجن باش يضعفوا، وخصو يتبع داكشي اللي غيقول ليه الراقي، يعني خصو يتبع داكشي ويبقى يتبع مع الراقي الحصه الاولى الثانيه الثالثه سيضعف داك الجن. الا كان غيصبر غادي يصلي العشاء وغادي يقرا سوره البقره تيقرب الفجر، والصلاه القيام اللي تيقرب الفجر ان شاء الله ما يبقى فيه والو. غادي يحس بواحد الحراره في الجسم ديالو، عارف ديك الساعات بان راه تحرك داك الجن ولا خرج مشى بحالته وما عاودش يرجع. هادشي اللي يقدر يطبق هو شي ما قدرش يمشي عند الراقي ويبدا معاه في الحصص تاع يضعف داك الجن غيخرج بحالته ويمشي، حيت الجن الا ما ضعفش راه ما غيخرجش، ملي تيكون قوي راه ما غاتخرجش. واش هادشي اللي تنقولو فيه اليوم مصيبه كحلا راه نرونوها معاهم عاودي نتمناو بالعكس. الله شكرا لك على هاد النصائح، راه بزاف ديال الناس يستافدوا. قال لك واش ممكن تعرف مكان السحر وشكون دارو؟ ما تقدرش تعرف مكان السحر وشكون دارو لان الايمان ما كاينش. الا كان الانسان يعني الايمان ديالو قوي وكيصلي يعني ومتقي له وما كيزني ما كيكذب ما حتى شي حاجه، راه غادي يشوف البلاصه فين كاين داك السحر يجي ليه يعني في المنام هكا يوريو له البلاصه فين كاين داك السحر، وغيوريو له شكون اللي دارو يحلم بداك الشيء كامل، ماشي اللي جاي اللي غيوريهاش يعني داك الشيء بالقران يعني وبالصلاه. غادي يشوفها فين كاين السحر وغيجبدو وغيعرف شكون اللي دار له داك السحر، ولكن ما خصوش يقول وما خصوش يكون سبب في الفتنه، يعني ماشي غيمشي عندك الانسان ويقول ليه انت درتي لي ولا هذا، ما خصوش يقول. والجن علاش يجي ملي كيجي عندك شي واحد دار لي سحر تيقول لك مثلا عمتو هي اللي دارت له ولا خالته، وكتقول لي راه خالتك هي اللي دارت لك وهذه، علاش الجن تيقولها لك؟ باش يدير فتنه بين العائلات باش يدابزوا ويضاربوا، هو داكشي اللي باغي الشيطان، يعني باغيهم على خدمه واحده انهم يديروا الفتنه. وعرفتي اعز الجن عند الشيطان يعطيه الخدام تيزيدو في الخدام، تيقول ليه انت هو القوي وانت هو المجهد وغنزيدك الخدام وتولي انت هو الكبير. عرفتي ملي كيكونوا جوج الخوت تيدار لهم سحر وتيمشي داك خادم سحر وتيخدم بين جوج الخوت وكيدابزو وكيتقاتل واحد كيقتل الاخر، داك الجن عرفتي كيرجع عند الساحر عرفتي كي كيتعاملوا مع هذوك الجنون الاخرين وهذوك الملوك وهادي تيديوه، وما تيمشي ديك الساعات كيمشي للشيطان الكبير تيقول ليه انت هو كلشي وانت هو القوي وانت هادي، وتيعطيه في الخدام وتنميم وتيعطيه في بزاف ديال الحوايج، يعني راه دار واحد الانجاز وما تيبقاش يخدم معاك انت خادم، ولا تيولي قوي عاود تيولي بحال قلتي زاد قرايت. نزيد واحد الاسئله ومورها عاد نتكلم. قال لك خويا بدر سولو عفاك انا خداو ليا الاثار ديال نهار العرس ديالي زلافه ديال الحنه، هذا الشيء معروف عند السحره كيديروه العقم، هذه السنين ما حملش ما خليت حتى طبيب ولا راقي كل شيء ما داروا لي والو، كندير نفك راسي الله يسهل امرك. قالك داروا الدوله الزلافه ومع الحنه، قالك الدوله الزلافه الحنه عرفت تكون فيها واحد البيضه ما عرفتش المهم واش ما وشي لعيبه تما، يعني هي الدله سميتو السحر باش ما تولدش
ولكن الرقات اللي كتمشي عندهم تيديروا لها الرقية يعني ما كطيحش في شي راقي عارف يشخص الحالة ديالها باش يقدر يحيد لها داك الشيء كامل. يعني كتمشي عند الرقية هكا كتسمع شي واحد تيدير الرقية كتمشي عنده صافي تيقول لا انا ندير لك الرقية وتيقرا عليها ديك قسم ديال المكانه ولا قسمين هكاك وشي ولا صافي راه ما فيك حتى شي حاجة. يعني الرقية الا شافت راسها انها ما كطيحش في الرقية يعني ضروري غيكون تما جين تيكون خادم سحر غيكون تما هو اللي تيدير داك داك سميتو باش ما تولدش. يعني الحاجة اللي غدير هي غنصحها بواحد الحاجة غتمشي اول حاجة غدير الحجامة هي الاولى غدير الحجامة غتمشي دير الرقية وان شاء الله غيكون خير. سمعت بان واحد الراقي قال لي بان الحجامة فيها منافع الناس اللي مسحورين واللي مسكون فيها منافع لان الجن الا كان هو مخبي فيه وسخ تما ملي غتحيد داك الدم ديك الحجامة كتحيد داك الوسخ كيطلع يطلع ديك ساعات مع غيطلع وغيدوي كتسهل على الرقاش ديك القضيه كتسهل على الرقاش ملي كدير الحجامه كتجي عنده سهل انه يطلع الجن ديك ساعات ما عنده فين غيتخبى كيدوز عنده القران ديريكس كيشحطه وكيطلع. فهمتك. يعني نحاول ان ندير الحجامه هي الاولى ديال الرقيه وان شاء الله يكون الشفاء. طب غيمو خويا محمد شنقول لك والله الا فريمو شكرا لك بزاف على هادشي اللي مرحبا خويا بدر اللي والله راه مازالين الله ولكن ما بغيناش انا عارف اللي كاين ما بغيناش نكثروا عليك ماشي مشا نتعاوشينا ان شاء الله عاودوا ان شاء الله. اش نقول لك اخويا محمد مازال شي حاجه تبغي تقولها لنا شي حاجه تفيدنا بها محمد؟ مازال لما يدار كون كيدار اللايف هكا بكري راه كاين لما يدار ولكن ما يعني هكا راه عرفتي راه الصباح واخا عرفت نعرف شي في الصباح بكري ان شاء الله يا رب نديرو هكا بكري مع العشرة فاش يبرد الحال شويه ونخليو حلقه كامله لمحمد شنو بالكم؟ يا مرحبا ان شاء الله يا رب. وبالنسبه لشي واحد الا قال لك المهم الرقم ديالي هذا ما زعطيه حتى شي واحد المهم الرقم اللي غنعطيك انا غادي نعطيك نمره جديده ان شاء الله واحد اليومين ولا ثلاث ايام غنعطيك نمره جديده واعطيها لهم اللي بغى يقول على شي حاجه ولا نوريه الطريقه باش يحيد شي حاجه ما كاين حتى مشكل على الراس ولا حنا ما بغينا غير الاجر ما بغينا فلوس ما بغينا والو هادشي اللي كاين نتمنوا بعدا باش نتفقوا عليها لان بزاف ديال الناس واخا قلتي لهم ديك المره انا راه ما بقيتش نسحر بزاف ديال الناس تيلفوني لي ميساج وحده بغيت نسحر لراجلي نسحر عافاك عطيني راه بزاف دابا باش والله يستر الله يجيبها شي حاجه علاقه بالسحر راه ما وقعتش وفي نفس الوقت نتمنوا انا نهضروا معاك تعاود لنا شنو وقع ليك منين تبتي وشنو ما الضغوطات ان شاء الله منهم صراحه كنت باغي نسولك بزاف ديال الحوايج ولكن نخليوها في حلقه اخرى ان شاء الله خويا محمد ان شاء الله يا رب خليها عاود الحلقه اخرى ان شاء الله مرحبا ان شاء الله فريمون شكرا لك محمد وجيدي مع محمد نشكرك بزاف لانك بصراحه فتي بزاف ديال الناس نتمنى ربي يسهل عليك ونتمنى نسمعوا لك غير الخير امين يا رب وربي يعينك ويقدرك على الطريقه هذه. شكرا لك خويا محمد لانك ساكت.